عفوا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وسهلا. الله يبارك فيك. حبلة إن شاء الله الطلاق. أي ابني أخذ عمره وطلقها، صار فت خلاف. نعم. خلاف عائلي. نعم. نبيالة ناحية كنعان. نعم. فتم الطلاق على كل، لأنه هو باليوم خبر، بس هي هاي طلقت بالدنيا بالشهر يعلم الله آلاف معلمة تطلق من الماجدات العراقيات. أكيد. أي. فهذا عنده ثلاث أطفال. الحكم بالنفقة. نعم. الحكم بالنفقة للأطفال 120 ألف دينار شهريا. نعم. يلا عنده لا يطبح هذا المبلغ، يروح أصدر قرار على مشاهدة ومصاحبة. نعم. يروح يشاهد منها، يروح الناحية كان عام تقريبا ساعتين بالسيارة ما يلا يوصل. نعم. هذا يسوون أهل أجداد اللي يومهم ولد البنية، أقول البنية أم الأطفال. نعم. تحشم الأطفال يقطون حجار، قطوا على جدكم وأبوكم. يعني والله ما أعرف شو أقول لك أبو علي، هي أخلاق الإنسان هي تحكمه بهذه هكذا تصرفات. واحنا ابو البنية يروح يحضر لهم شباب ثلاثه على الشارع العام، حتى من ياخذون هم ثلاثه تجيب اثنين، ما الثالث ما تجيبه. اي يعني يعني اليوم عندك صعوبه بابنك يشوف اولاده، وبنفس أيوة الوقت ما عنده يدفع النفقه. ما عنده، وكبير جاب له، ما يشتغل، هو ما يشتغل، ما عنده شغل. طيب طيب بس سؤال ابو علي، شلون كان عايش وياها قبل لا ينفصلون؟ شلون كان عايش وياها وما عنده شغل؟ عايش وياها والله لا احكي لك على بالواقع، انه اتحبت يم اهلها بناحية كنعان. اي ها؟ اي وتسوى قام اشتغلنا مربعات، مع احترامي لكل نسائنا وبناتنا واخواتنا. نعم. مع احترامي الهم. نعم. اشتغلنا مربع بهاي الوساط مال السحر ومدري شنو وما شابه. نعم. اي للاسف. وهذه بعدين حس على نفسه. هذه ايضا احنا اخذناها بحلقات سابقه، وان شاء الله ناخذها بالحلقات الجايه، عن هواي اكو مشعوذين ما شاء الله، يعني عددهم مو قليل، وطبعا الجهات الحكوميه دي تحاول تحارب هذول الناس بس ما يفيد. كلش عددهم كبير. راح داين لهم. نعم. ودفع كل حقوقها. زين. مو اني بس اريد بس افتهم من عندك، هو قبل لا يشتغل، قبل لا عفوا يطلقها، يعني كان يشتغل؟ عامل يشتغل، عامل يشتغل عامل. وهسه ما يشتغل؟ يشتغل هو يومهم. نعم. اي ومسجل عليه مال اجار مال البيت بالشهر 250 الف دينار شهريا، هو ما يعرف. زين. ما يعرف بها هاي ان شاء الله. يوصل. أي. صوتك اليوم ابو علي من خلال حلقتنا لكل الجهات المعنيه.